احنا بالنسبة للموازنة العراق او الاموال العراق، نعم، لو ايش ما يصير برميل النفط طيب. ب150 ب200 ب300 دولار، هي ما يستفاد منها الشعب كل شيء. شنو السبب؟ الشعب يظل جوعان تعبان، كل شيء ما يحصل. نعم، مثل اكو مثل عندنا بالعرب يقول، قالوا اجلك الله وكرم السامع، يقول قالوا لو الحصين فاض الشط، قال الفاض الشط ما فاض هي لقلق، فهذا الشعب فقير فقير. طيب شكرا، هاي يعني هاي رسالتي اللي وصلها انا يعني. اشكرك وكل الوجهات النظر محترمه، شكرا لك ابو علي، شكرا لاتصالك. انا شويه اختلف مع هذه السياسه، انه احنا ما دام يصير هيك خلاص احنا لو ما ادري ايش يصير راح نبقى احنا على هذا الحال. لا، ما اتفق ابو علي، ابدا ما اتفق. احنا صوتنا صار عالي وصار مسموع، وغصبا على كل سياسي يسمعنا، وغصبا على كل سياسي وكل شخص بالدولة يخدم هذا المواطن، هذا واجبه يعني، ولا متفضل علينا، وهذه أموالنا والمفروض يكون مؤتمن عليها. فإحنا إذا نفكر بهذه الطريقة أبو علي ما راح نحصل شيء، بس إذا نطلع صوتنا، وهسه أنت واحدة من الخطوات أنه طلعت صوتك وقلت، فهي هذا لازم نسمع صوتنا حتى يشتغلون صح.